خليني ابدا مع حضرتك يا استاذ جمال صدق. لانه فعلا موضوع مهم جدا وحاجه غريبه جدا احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، ولكن خلال هذا الاسبوع انا فوجئت. قال لك طلع اللائحه اللي بتقول في حاله تعادل الفرق في المركز الاول ولسه 10 مباريات. هو ليه حضرتك عايز توجه الناس ان في تعادل في النقاط؟ هو على فكره لسه بدري ولسه بدري طبعا. ليه دايما هو طبعا جزء معروف من الاعلام هو اللي بيوجه او بيحاول ان هو يوجه جمهور النادي الاهلي لهذا الاتجاه، ولكن الحقيقه عندنا جمهور واعي جدا وعارف، ولكن لما نسمع راي حضراتكم في هذا الامر اعتقد الامر ده اصبح قديم قوي، عايزين نغيره. هو القصه كلها ليه التركيز على الماتشات بتاع النادي الاهلي؟ ايوه، هو زي ما قلنا واتفقنا قبل كده ان هي دائما بتكون محاولات لهز الثقه، وكان الدوري ما فيهوش غير النادي الاهلي. أيوة. يعني كل التركيز الاهلي هيعمل ايه، الاهلي هيخسر، الاهلي هيتعادل، الاهلي هيفقد نقاط. طب ما الكل ممكن يفقد بالظبط، لسه الدوري شغال، وبالتالي ما فيش قصه انه الدوري اتحسم، لا لسه. يعني مثلا انا هفترض، هل المنافس ضمن الفوز بمبارياته كلها؟ لا، مفيش حد بيضمن، محدش بيضمن طبعا، لان انت لغايه اخر لحظه طالما الكره في الملعب يبقى انت بتلعب وانت مركز في ماتشاتك. وعلى فكره هو ده برضو، يعني انا بقول طبعا الفوز النهارده كان صعب جدا، بس ده بيرد على حاجات كتيره برضو اتقالت، ان الكابتن احمد كشري وابن النادي الاهلي حضراتكم حسبتوا الموضوع ده؟ لا يعني نقصد الحقيقه بالكلام، موضوع التفويت والكلام ده لا، يعني حتى سيناريو المباراه النهارده لا يمكن باي حال من الاحوال يبقى في ذره شك، لان مش هتبقى انت ضامن لغايه اخر لحظه ان انت تعمل مسرحيه او تمثيليه. ده انت لو كاتب سيناريو مش هتقدر تطلع الماتش بالطريقه دي النهارده. مظبوط. اللي عايز اقوله ان الموضوع في الملعب طالما في لسه المباراه شغاله يبقى لسه في امل، وامتاز لعيبه الاهلي النهارده ان هم لغايه اخر ثانيه كالعاده، يعني تحقيق التعادل جه في وقت متاخر جدا في الدقيقه 85، ثم هدف الفوز. ده دليل على ايه؟ على انه في استمراريه للمنافسه. مظبوط. وده مش عيب، ما هو مش الناس كانت بتقول الدوري والتنافس مش موجود؟ طب التنافس موجود اهو. ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا.